الرياض من قبل دلة الزمن. منذ بداية الأحداث في سوريا وصل عدد اللاجئين الفارين من الحرب إلى 1,000,000 لاجئ في سهل البقاع. المرافق المتواجدة أساسا في سهل البقاع لم تكن أبدا لتحتمل وفود هذه الأعداد الضخمة، وما ترونه من وضع الصرف الصحي والذي يؤثر على صحة الجميع. الحل هو إصلاح المصارف القديمة أو تجديدها. وبرغم الظروف الصعبة إلا أن حياة اللاجئين السوريين بلبنان بها من السعادة والسرور الذي يتناقض مع ظروفهم الصعبة. معكم شادي من سهل البقاع.